يلا خد. تعالي يلا. هي العيادة دي فين؟ أهي هنا في العمارة دي. دي تربة مش عمار. دي عريضة أكلي ولا بحلقها مهرة؟ الدكتور ده شاطر وبيعمل العمليات الشمال دي هنا. شمال؟ وأنا مالي في الشمال؟ وربنا ما قصدت يا صاحبتي، بس العمليات دي ممنوعة ولازم تتعمل كده في السر، عشان كده العمارة زي ما انتي شايفة. الاسم ايه؟ مهرة ابو الليل. صح، انا مش عايزه اموت هنا. بقول لك ايه، يا ندخل وتعملي العمليه يا نروح وتكملي حملك. مهرة ابو الليل. يلا يا مهرة. حبيبي يا بابا، حبيبي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ لا انت تجيني بقى عشان اشوف بنفسي. لا اطمني، كله تحت السيطره. بقول لك ايه، فاكره صاحبتك اللي كانت؟ ايوه هي دي، كانت عندي امبارح. لا عيب، تجيني بدري بقى، انت عارفه الشغل المخصوص. هنزود 2000 جنيه بس، مش هقول لك 5. ماشي يا بابا، ما تتاخريش، انا مستنيكي. ها، باي باي. ايه ده، خدي هنا، خدي. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.